يسعد اوقاتكم عن جديد. يعني انا كيف بدي مثلا قاوم هالمنظر اللي شفناه، منظر التنور، منظر جدا جميل، منظر رائع بالنسبه لكل صائم. يلا بقيت كم ساعه. على كل حال اليوم عم نحكي نصائح كتيرة للعناية، إن كان بالغذاء، إن كان بالنظام الصحي، إن كان بالمعلومات النفسية بالنسبة للأطفال، وأيضاً وصلنا لنصائح حتى ما تروح علينا فرحة العيد بأول أيامه ونقضي وجع معدة كمان مرقنا عليها. كمان بالنسبة للجلد بيكون كتير تعبان بدخول أول أيام عيد الفطر المبارك، يعني جفاف طويل، انقطاع عن الماء، ما عم ناخد مرطبات، فبتكون حبة العيد ناطرتنا. كثير من الناس بيطلع لهم بوشهم اول يوم العيد ما بعرف ليش حبه. معقول ما تطلع يعني؟ اذا ما طلعت بيكون ما في عيد. هون نحن بنلتمس انه صار العيد. صح. ما رح نحكي بس عن الصبايا، كمان الشباب عندهم حالات اللي هي حالات الجلديه بالبشره، رح يكون لهم حصه كثير كبيره بحديثنا لليوم. يا ترى شو العادات اللي لازم نوقف عنها وشو المستحضرات اللي لازم نستمر فيها، بالاضافه لكثير تفاصيل اكثر رح نعرفها مع ساما ناولو الصيدلانيه واختصاصيه بالبشره. يسعد مساكي واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا يا ساما. اهلا وسهلا فيكي. يعني فعلا في متلازمة اسمها الوجه المليان بالبثور والمليان بالحبوب واللي ما له رايق مع العيد، بيكون كله رايق خلال رمضان، شو بيصير؟ بيصير انه الجسم كتير تعب، يعني فعلا من خلال الجفاف ما في مي، تعب وشغل بيكون كل هذا الشهر، فبيوصل لاخر الشهر. وكمان بتعرف شو؟ انه بيوقفوا العنايه بالبشره، يعني يلي بيعتني ببشرته برمضان بيعتكف عن العنايه بالبشره، فبيوصل لاخر الشهر خلص الجلد بيقول انا تعبت، فهيك بتطلع عنا هي الحبه. في ناس بتعمل تقشير، في ناس بتعمل ديرما، في ناس بتعمل الف قصه وقصه ليستقبلوا العيد، شو هي الطريقه الصحيحه لحتى نستقبل العيد ببشره نضره برونقه؟ تمام. هلا كثير من الصبايا عم يبعثوا لي انه انا اخذت موعد، هلا مثلا بقيان يومين، مثلا بكره يوم الوقفه اخذت موعد مثلا حقنات او ديرما بين او هيك. انا ابدا ما بنصح انه نحن نتجه لهذا الطريق قبل بيوم او يومين، لانه بيصير في احمرار وتوهج بالبشره. صح؟ تمام. رح يعمل لي انتفاخ، احمرار، يعني تهيج بالبشره، فانا ما بفضل انه نحن نهتم بهي الطريقه، هي بدها اسبوع لعشر ايام لحتى تروق البشرة. الشيء اللي انا بنصح فيه فعلا انه نحن نعمله هو انه بس هيك نهدي البشرة، ترطيب، ماسكات، اي شيء منزلي بدون مقشرات، هذا الشيء كثير رح يساعدني انه بس هيك اعطي رونق لبشرتي قبل بيوم. تمام. طب ساعديهم لكل الصبايا اللي عم يتابعونا، اعطيهم هيك ماسكات طبيعيه، اعطيهم هيك روتين بهالكم يوم يمارسوه لحتى يوصلوا للعيد وبشرتهم مشرقه. تمام. هلا نحن في عنا هاليومين، خلينا نبعد عن المقشرات اذا كنا ما عم نستخدمها، انه هلا هاليومين نبلش استخدام ممكن يصير انا عندي حساسيه. تمام. فاول شغله بنبعد عنها السكرابات تبع البشره، السكرابات على الوش ما نقربها ابدا، لانه هي الجزيئات الصغيره بتعمل تخريش للوجه، هي للجسم هي الافضل، فكمان بلاها هي. خلينا نعتمد على الترطيب كثير، خلينا نبلش بغسول ما فيه مقشر، اي غسول هن حابينه، نبعد عن الصوابين، تمام، ما نستخدمها لنغسل بشرتنا، نحط سيروم مرطب، نحط سيروم تحت العين، ونحط كريم مرطب كثير رايق. انا كمان بنصح انه الخلطات المنزليه يلي بيشوفوها على اليوتيوب قبل بيوم من العيد كمان ما نقرب عليها، تبع تبييض الوش بثلاث حركات تمام، وعصره ليمونه، سكر وبن، سكر وبن، وقصص كثير بتعمل مشاكل. طب في امور طبيعيه بتنصحي فيها، مستحضرات طبيعيه نحطها على وشنا ولا ما بتنصحي؟ في ماسك اللبن، ماسك النشا، تمام، امور كثير ظريفه بتكون. تمام. هلا في منهم بيكونوا ظريفين، المهم انه الواحد ما تكون بشرته حساسه، لانه في بشرات اول ما تحطي عليها اللبن حتى هي بتهيج. بنصح انه اذا الواحد بيعرف حاله ومجرب من قبل فيه يستخدم الالوفيرا هلا للترطيب، لانه بعد شهر من انقطاع الترطيب والمي وهدول القصص، فكتير بسيطه، بس خلينا ناخذها مثل ما هي الجل بنطبقه وبعدين بنشيله وبنغسل، فينا نعملها على مده هاليومين بتعطي ترطيب حلو. قد ايه نتركها على بشرتنا تقريبا؟ فينا نتركها من 10 دقائق لربع ساعه. تمام. وحتى يلي حتى شايف انه شعره جف بيقدر يحطها على اطراف شعره ويفوت. أوكي. يتحمم كمان، يتركها ثلث ساعه، كثير بتعطي ترطيب حلو. معلومه حلوه. واحد اثنين، يعني هي اول زبونين دويمه بالالوفيرا عن جد. بس الالوفيرا يعني ما عم تجي الوفيرا، كانت الالوفيرا تجي هيك سميكه جل، هلا عم تجي مي مخشوشه. بتعرف شو؟ انا بروح على شو بيقولوا له المشتل، في مشاتل هون قريبه بالبلد، وبفوت
وبدور بدور بدور وللاقيها يعني بتلاقي السميكة. تمام، هي بيزرعوها وبكثروا. طيب نروح للمرطبات بالنسبة للبشرة، طالما ذكرتي الألوفيرا خيار جيد. شغلات تانية مخصصة للوجه ما ممكن نستخدمها للجسم، شو ممكن نستخدم؟ شغلات للوجه مو للجسم. تمام، ممكن انه نستخدم اذا بيحبوا انه يحطوا شوية حليب، تمام، ويحطوا معلقتين من العسل ومعلقة من النشا ويحطوها على وشهم، هي بتعطي ترطيب، والعسل فيه مضادات التهابية، تمام، طبيعية، وبيحسوا شوي بالشد، ومثل ما اتفقنا يعني هي هيك مرطبة بدون تقشير بدون شيء، رح يلاقوا عليها نتيجة حلوة. في مشكلة بيعاني منها بعض الصبايا اللي هي الحبة، سببها اللي هو إزالة شعر الوجه بطريقة خاطئة. في موس بيستخدموه للوش اللي هو شو اسمه، الفلامينجو، شو تمام اسمه، هي النعمل، الشفرة الناعمة، شفرة وجه للبنات هي ناعمة، اللي ما بيعرف انه هي فيها تزيل هي الطبقة الناعمة من وشها لحتى يكون وشها يعني جاهز ليستقبل هي المستحضرات على البشرة، يكون خفيف على البشرة. شو بتنصحيها بالطريقة، كيف تشيل، شو الأدوات، شو تستخدم لحتى ما تشوف حبة العيد بالعيد؟ تمام، هلا هي الشغله في عليها لغط عالمي، في يعني عالم بايدوها وعالم بيقولوا انه لا ما تعملوها، لحد هاللحظه ما في حدا فاز يعني من بيناتهم. فانا بالنسبه هلا للعيد يلي مو مجربه من قبل لا تجربها هلا قبل بيوم، لا تجربي بحالك بالعيد، لا تجربي قبل بيوم. تمام، لانه ممكن هي الشغله تعمل لحبه العيد، يلي مجربه وعادي اوكي تكمل، يلي حابه اوكي تجرب خلص على الاخير حابه هالمره، فما تستخدم اي شيء. تمام، الشفرات العاديه ما تستخدمها على وجهها، تستخدم يلي هي مخصصه للوجه، وبعد ما تستخدمها لازم تحط كريم بانتينول كرمال تهدي وتروق البشره، وبعدين فيها تعتني ببشرتها مثل ما بتحب. جميل. مشكله عند الشباب وعند النساء كمان مع اقتراب رمضان لنهايته، السواد تحت العين، الهالات السوداء يلي نحن على طول عم يشوفنا، حدا بيقول لنا كأنك مو نايم، بنقول له لا بس انا تعبان لانه صيام، لانه قيام ليل، لانه ساعات متقطعه من النوم، كيف ممكن نعالج السواد تحت العين؟ تمام، هلا السواد تحت العين هو يعني يمكن من اكثر المشاكل الشائعه بين الصبايا والشباب. العلاج هو الإرهاق تماماً علينا كلنا. هلا العلاج هو بده يكون انه حسب شو السبب. أول واحد هو الإرهاق أو التعرض لأشعة الشمس بدون واقي شمسي كمان تحت العين بيسود، أو ممكن في عالم عندها ياها شيء وراثي من وهي وصغيرة، أو في عالم عندها شكل تحت عينها فيه تقعر. كل سبب من هالأسباب في له طريقة علاج معينة. إذا كان في تقعر أو وراثي فهذا حصراً بده حقونات، فيلر بسيط. فيلر تحت العين. أنا شفت إنه فيلر تحت العين جداً مضر، هل أنت مع أو ضد؟ لا بصراحة حسب، هل هو مانو مضر، تمام، ولكن حسب، بده يكون كتير حدا خبير، لأنه إذا كان الحقن سطحي ممكن يقلب على زرق وما بيروح أبدا، يعني بيضل كل حياته أزرق تحت عينه أو أزرق. وأنا بشوف العين منطقة جدا حساسة، لا تحقنوا فيها ولا تقربوا عليها، تركوها بحاله. كتير حساسة، فعلا كتير حساسة. إذا كان السبب أنه هو من أشعة الشمس وتصبغات، فبتقدر أو بيقدر أنه يحطوا كريم فيه فيتامين سي، تمام، او كريم اذا ما كانت حامل او مرضع كريم الريتانول. اما اذا كان السبب، خليني اقول لكم شو حكينا، نقص ترويه حول العين مثلا، يعني قلت نوم، قلت نوم بده ينام منيح ويريح حاله منيح، يحط خيارتين هيك رواق. الخيار منيح يعني، الخيار بس الوراثي ما في شيء بيساعد. الوراثي حكيت من شوي انه الوراثي هو فيلر تحت العين، ما بيساعد الوراثي ابدا ككريمات. اما ككريمات مثل ما حكينا هو الفيتامين سي كثير ممكن نعتمده، البانتينول اذا كان موضوع ترطيب، اما التفتيح فيتامين سي وريتانول. تمام، طيب شو ممكن نضيف نصائح اخيره لكل الناس اللي عم تشاهدنا لحتى نرجع نوازن بشرتنا يلي تعبت خلال رمضان؟ صبايا وشبابها، خليكي منصفه. هلا اكثر شيء بنصح انه هن يعتنوا ببشرته مو بس على العيد، لانه هي المشكله الدائمه، انه بيجي الشخص بده بيوم واحد يفرق بشرته، لا هي محتاجه اكثر، محتاجه دائما روتين وعنايه. هلا للعيد دللوها شوي، حطوا شويه ماسكات، اعملوا شويه هيك كريمات مرطبات، وارتاحوا وناموا منيح،
تفيقوا ثاني نهار بس الامور بدي اقول لك شغله دائما بنشوفها هي كمزحه هيك بيمزحوها الناس انه الشاب بينشف وشه وايديه بنفس البشكير ما بيطلع له حب. اختي البنت بتحط مليون مستحضر وكلهم مرتبين وزراف وبتعتني كثير ببشرتها وبيطلع لها حبوب ومشاكل بالبشره. صحيح. ليش هيك عم يصير؟ شو فرق بشرتنا عن بشرته؟ رح اقول لك حتى بهي يعني حتى بهي في فرق كثير كبير. اولا بين الهرمونات بين البنات والشباب هذا الشيء بيلعب كثير دور كبير. ثانيا الميك اب لانه كمان يلي ما بتشيل الميك اب او نوع الميك اب او هدول القصص. ثالثا العنايه بالبشره يلي بتعتني ببشرتها وما بتجي بتحط مثلا مقشرات وما بتحط واقي شمسي. هي القصه كلها متكامله صح. فوقت بتجي بتحط مقشرات وما بتحط واقي شمسي وهيك هي لسه عم تضر حالها اكثر. فهدول القصص كلياتهم سوا بتخلينا نحن حساسين اكثر. شكرا كثير لك. كمان كثر العنايه بتلاقيها بتقلب ضد الضفائر. اعتدلوا بالعنايه اعتدال تماما. اهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم.